شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الجدي بشهر حزيران تيون يونيو من عام 2022؟ الجملة حلوة بهالشهر لإلك بالكتاب عزيز الجدي: السهر جميل حين تختاره، لكنه مؤلم حين يختارك. ما بعرف إذا هالشهر لح تسهر كتير ولح تفكر كتير، بس في اهتمام بيتركز على وضعك العائلي يلي بيشهد تطور أو بيسجل حدوث مناسبة بتجمع أفراد العائلة، أو قرار بيتعلق بمصير عائلي لأنه مارس وجوبيتر سوا بمنزلك الرابع أي بالحمل بيشيروا لأمور بتحصل على الصعيد الشخصي. بس إحنا لا عم نحكي عن الصعيد المهني، بنرجع للصعيد الشخصي بفيديو آخر. بدي أقول لك أنه أنت أكثر المتأثرين بالأجواء الفلكية، ويمكن يشتد توترك وبتلعب الصدفة دور بمجرى الأمور لأنه في عندك وضع معاكس للأفلاك، رغم أنه النص الأول من الشهر بيوعدك بنعم وفرص مهمة بتتلقفها بكثير من الإيجابية، بس بتطرق أحداث وظروف مفاجئة تجعلك أوقات أكثر انفتاحاً على بعض المجتمعات والأفاق، وربما على زبائن وزملاء ومتعاملين معك، وبتخليك بوقت آخر تصطدم ببعض الأوضاع والظروف غير المتوقعة. بتلاقي نفسك قدام شرط لاستمرار شراكة أو لحلف ولا بد من قبوله. بتتوفر معطيات بتساعدك على اتخاذ القرار، بس طموحك هالشهر بيقتصر على المحافظة على مكتسباتك بدون أحلام أخرى. ربما لازم تاخد قرار بيستند إلى معلومات تحصل عليها تباعا. ما رح أقول إنه شهر مثالي، بس أنت تقدر بمهارتك ولبقتك انك تحاصر الصعوبات. لازم تتعاطى بشكل عقلاني مع كل الامور وما تروح بالاوهام شو ما كانت الوعود. وبرجع بقلك، في وظيفه او ارتباط بعقد او تفاعل بين شؤونك المهنيه وشؤونك الشخصيه بهالشهر. الجو بيكون صاخب بالنقاشات ومفاوضات وقرارات مهمة تتزامن مع فرص تتاح لك على الصعيد المهني. أما الأمور الشخصية والعاطفية رح أرجع لك هني بفيديو آخر.